السجدة وحيدا دون مبتدا وحيما بحملة فداك يا وطني. إننا نفتخر بكوننا نفتتح أول فرع محلي بالمملكة الشريفة بالمملكة المغربية الشريفة. هذا شرف للمدينة المحمدية وشرف لجميع مكوناتها، وإننا سنعمل جاهدين لخدمة هذا الوطن وراء أمير المؤمنين سيدي محمد السادس نصره الله وأيداه. ولنا استراتيجية تعمل في مجالات الجماعات القروية والجماعات المحلية وبتنسيق مع جهة دار البيضاء سطات ومع المركزية بطنطان. إننا عازمون على خدمة هذا الوطن، وبهذه المناسبة نهنئ أول امرأة تفتح فرع محلي ببني يخلف، ونتمنى لها التوفيق وشكرا. مولو عائشة، مدينة المحمدية، كان مثل جماعة ابن خلف. كنشكر هذه الجمعية بزاف، حنا وراء جلالة الملك سيدنا محمد السادس نصره الله وأيده، وحنا فرحانين بهذا الفروع المحلية والجماعية، لا في المحلية وفي الجماعية. وكنشكر الإخوان اللي قاموا بهذا التنمية مبادرة تتميم الحكم الذاتي، كنشكرهم بزاف جزيل الشكر. من طنجة للقويرة، الصحراء المغربية وغرقة المغربية، الله ينصر سيدنا سيدي محمد الله يطول في عمره، وحنا وراه معاه وقدامه بشي يبنى بشبابنا حتى النهاية. لطيف الصفة، موسيق جهوي جهة دار البيضاء سطات. الآن اليوم أنا حاضر كنمثل الجمعية، الجمعية في تأسيس واحد الفرع اللي هو فرع كيدخل في نطاق تأسيس الفروع اللي هو نهجناه نهجاته الأم في طنطان. هو هذا الفرع ديال بني يخلف اللي الآن شهد واحد المنافسة، منافسة قوية كتدخل في نطاق الديمقراطية، الديمقراطية الموسعة اللي هي الحرية، حرية الاختيار بالتصويت، التصويت والتصويت علني. وكان التصويت كيميل الأخت ديالنا أمينة الغازي اللي خاصو بأغلبية مطلقة مطلقة بحضور المنسق الجالية المغربية المقيمة في فرنسا ديال الفرنسية، بالمنسق الإقليمي ديال العملات المحمدية، والكاتب العام ديال الفرع الإقليمي، وكذلك الرؤساء اللجان اللجنة التحضيرية. وهذا كله داخل في نطاق التوسيع، التوسيع الجغرافية ديال الجمعية، الجمعية المغربية للتنمية والتمكين ومبادرة الحكم الذاتي، الحكم الذاتي اللي هي خادت على العاتق ديالها كذلك واحد المشروع اللي هو مشروع وطني، وطني اتخذ له اسم فداك يا وطني،
الان الملف ديالو جاهز وموضوع لدى السلطات العليا يا وزاره الداخليه، كننتظروا الاوكي باش تنطلق العمليه تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله نصر الله. هذا نحن جنود مجندين وراء سيدنا نصر الله من طنجة للقويرة، كل كيناضل وكيجاهد بتوصل هذه اللحظة ديال الانطلاقة ديال هذه الحملة هذه اللي حملة الآن 90% من الشعب المغربي اللي وصلته الفكرة ومتحمس وموجود وكيتسنى اللحظة التاريخية. العوفي مبارك احد عوفي مبارك ولد الحسن ولد بوحلة احد ابناء المنحدرين من الاقاليم الصحراويه. احنا الحمد لله تنشكروا الاخوه اللي اسسوا هذه الجمعيه، فرح الجمعيه المحمديه والام ديالها في الوطن من اجل خدمه الوطن ومن اجل الدفاع على التراب الوطني وراء جلاله الملكه حفظه الله. وتنقول الخصوم ديال المغرب لان هذا سؤال سنطرح عليهم واحد السؤال او اقتراح، لو كانت لديهم الشجاعه فتح الحدود بيننا وبينهم، ومن يريد يذهب للضفه الاخرى فيذهب، من يريد الرجوع الى ارض الوطن هو مرحب به. ونقول والله العظيم لو قبلوا هذا الشرط لا واحد ما لبقى في هذيك المنطقه، لان عندنا اخوان يسعوا بهم البوليزاريو، يسعوا بهم اعداء الوطن، واعداء الوطن دائما يدبروا الوطن. والسلام عليكم. الراس مرفوعه الى صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله وايده الديوان الملك رحمه الملك العام للرباط مولاي صاحب الجلاله بمناسبه انعقاد الجمع العام التاسيسي للجمعيه المغربيه للتنميه وتثمين مبادره الحكم التاتي للفرع المحلي بن يخلف بأمانة محمد يجاش الدار البيضاء أسطات، التشرف أصالة على نفسي ونيابة عن جميع الأعضاء الجمعية أن أعرف لجلالتكم بعد تقديم فروض الطاعة والولاء عن أصدق آيات الإخلاص والتعلق بالأهداف العرش العلوي المجيد، مجددين لجلالتكم استعدادنا الدائم وإرادتنا القوية للإسهام في بناء صرع الوطن تحت قيادتكم النيرة بتوجيهات من جلالتكم لإسعاد رعاياكم الأوفياء بمختلف الجهات المملكة. وفقكم الله يا مولاي لما فيه خير الأمة الجمعاء، وأدام عليكم رداء الصحة والعافية، وحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينكم ولي عهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، واشهد أعددكم في شقيقكم صاحب السمو الأمير مولى رشيد وباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع القدير وبالإجابة جدير للسلام على المقام العلي بالله. وشكرا.